بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباب الطلاب. اليوم بدنا نبدأ الشابتر الثالث اللي هو بيحكي عن software processes، عمليات البرمجيات. software processes هي coherent set of activities for specifying, designing, implementation, and testing software systems. يعني هي مجموعة مترابطة ومتناسقة من الأنشطة لتحديد وتصميم وتنفيذ واختبار أنظمة البرمجيات. المواضيع topics covered، المواضيع اللي بنغطيها بهذا الشابتر: software process models، نماذج عمليات البرمجيات، process iteration، عملية التكرار، software specification، مواصفات البرنامج والبرامج، software design and implementation، تصميم البرامج وتنفيذها، software validation، التحقق من البرامج، software evolution، تطور البرمجيات، Automated Process Support، دعم العمليات الآلية. نبدأ في أول واحد اللي هي Software Process، تمام؟ اللي هي عملية البرمجيات. إيش هي Software Process؟ هي Structured Set of Activities required to develop a software system، مجموعة من المنظمة من الأنشطة أو ترتيب من الأنشطة المطلوبة لتطوير نظام برمجي، اللي هي هذه الأنشطة لازم تمر بهذه المراحل: specification, design, validation, evolution. هذه المراحل الأساسية للنشاطات اللي بتمر فيها أي عملية من السوفتوير. specification هي المواصفات أو التحصيل، تصميم design، validation التحقق من الصحة، والevolution اللي هو التطور. طيب، software process model is an abstract representation of a process، نموذج عملية البرنامج موديل هي تمثيل abstract representation، تمثيل مجرد لإيش؟ إيش لعملية، تمثيل مجرد لعملية. It presents a description of a process from some particular perspective، يقدم وصفا لعملية من منظور معين، a particular perspective. طيب، software process model، نشوف النماذج اللي هي للعمليات البرمجيات. طيب، أول شيء بدنا نبدأ ب generic software process model، اللي هي نماذج عمليات البرمجيات العامة. في عنا عدة نماذج، هذه عنا أربع نماذج عامة موجودة في كل اللي هو هندسة البرمجيات. ناخذ هذه الأربع البرامج العامة ونشرحها واحدة واحدة ونشوف كيف بدنا تشتغل وكيف كل واحدة ايش هو مواصفاتها، كيف بتعمل، كيف المهم حنشتغل عليها واحدة واحدة. أول واحدة الووتر فول موديل، نموذج الشلال، تمام. بعدين evolutionary development، تطور تدريجي، formal system development، تطوير النظم الرسمية، reuse based development، التنمية القائمة على إعادة الاستخدام. إعادة الاستخدام هنشوف، هنمر عليهم واحدة واحدة ونشوف كيف. طيب، waterfall model separate and distinct phases of specification and development، مراحل منفصلة و متميزة من المواصفات والتطوير. evolutionary، تمام،
Specification and development are interlinked، يعني المواصفات والتطوير متداخلة مع بعض. Formal system development، تطوير النظم الرسمية. A mathematical system model is formally transformed to an implementation، يتم تحويل نموذج النظام الرياضي رسميا إلى التنفيذ. Reuse the systems. The system is assembled from existing components. يعني يتم تجميع النظام من مكونات موجودة عندي already. مكونات صغيرة. تمام، مكونات ممكن تكون صغيرة، ممكن تكون كبيرة. هذه المكونات بعمل منها السوفتوير اللي أنا بدي إياه. تمام؟ طيب. Waterfall model اللي عندي أنا هنا الموجودة. Requirement definition، تعريف متطلبات. System software design، تصميم نظام البرمجيات. Implementation and unit system، تنفيذ واختبار الوحدات. Integration and system testing، التكامل واختبار النظام. Operation and maintenance، التشغيل والصيانة. كل واحدة كيف كل مرحلة بترجع للمرحلة اللي قبلها، ولكن كل مرحلة منفصلة عن المرحلة الأخرى وما بتتداخل مع بعض. تمام، الفيزز موتر موديل فيزز، هذه بس هذه السلايد هي كتابة عن السلايد اللي قبلها اللي هي هذه الرسمة. تمام، اللي هي المراحل. نموذج الشلال، Requirement System Definition، Software System Plan، Implementation and Testing، Integration and System Testing، Operation Maintenance. طيب هنا هذه المراحل. The drawback of the waterfall model، تمام، drawback يعني العيب أو النيجاتيفيتي، تمام، في نموذج شلال is the difficulty of accommodating change after phase after the process is underway. يعني العيب في نموذج الشلال لا يمكن تقسيم difficulty of accommodating أو نحط التغييرات بعد ما العملية تمشي، يعني بعد ما يصير في عندنا عملية صعب انه نعمل تغييرات كثيره في التصميم ونعمل تغييرات في المراحل تبعت السبيسيفيكيشن والامبلمنتيشن والانتجريشن. طيب هنا ووتر فول موديل بروبلم، مشاكل لا نموذج شلال. انفلكسبل بارتيشننج اوف ذا بروجكت انتو ديستينكت ستيجز. تمام، التقسيم الغير مرن للمشروع إلى مراحل متميزة ومنفصلة ما بنقدر نقسمه. This makes it difficult to represent the changing customer requirement. هذا يجعل من الصعب الاستجابة لمتطلبات العملاء المتغيرة. يعني أنا في عز المشروع يجيني العميل ويقول لي أنا بدي أغير بس هذه النقطة هذه وأعمل إشي تاني، صعب. لما أنا بدي أستخدم الووتر فول موديل هذا صعب. Therefore لذلك this model is only appropriate when the requirements are well understood. لذلك هذا النموذج مناسب بس عندما تكون المتطلبات مفهومة جيدا. لازم تكون المتطلبات مفهومة ومحطوطة ومتفقين عليها أنا والعميل أو أنا اللي بدي أشغل البرنامج من قبل. يعني لازم تكون عنده مفهومة وجاهزة. تمام؟ طيب نبدأ في الثانية اللي هي التطور التدريجي Evolution and Development. في عنا نوعين من اللي هو التطور التدريجي Exploratory Development through our prototype. هذا النوع Objective is to work with customers and to evolve a final system from an initial outline specification.
should start with well understood requirements. إيش يعني؟ الهدف منها إيش؟ العمل مع العملاء work with customers وتطوير نظام نهائي final system من مواصفات المخطط التفصيلي، مواصفات مخطط تفصيلي. تمام؟ should start with a well understood requirement، يجب أن تبدأ مع متطلبات مفهومة جيدا. أنا بشتغل مع العملاء هنا، يعني واحدة واحدة بشتغل شوي شوي. Objective work with customers and involve finance. أنا بشتغل مع الكاستمر مع ولكن مواصفات مخطط تفصيلي مفهوم. تمام؟ طيب through our prototyping objectives هنا is to understand the system requirements. لازم أن تبدأ should start with system requirements. الهدف هو فهم متطلبات النظام. بعدين should start with poorly understood requirements. يجب أن تبدأ المتطلبات غير مفهومة بشكل جيد. يعني أنا لو جاني كاستمر أو عميل أو واحد بده يشتغل وبعدين مش فاهم إيش اللي بده إياه، مش فاهم إيش برنامجه، يعني ممكن يكون فاهمه ممكن يكون مش فاهمه أو مش عارف إيش بده. بده برنامج بقول لك اعمل لي برنامج لا كذا كذا، ممكن يكون هو فاهمه ممكن يكون مش فاهم كيف بنعمل. تمام؟ هالوقت أنا إيش بسوي له؟ بدي له بروتوتايب، بدي له نموذج، بقول له خذ شوف هذا البرنامج عندك. تمام؟ عشان هيك بنقول ثرو اواي بروتوتايب. بدي له نموذج وبدي له اياه، هذا النموذج هو بيشتغل عليه، ممكن هو يناسبه ممكن ما يناسبه. هالوقت اذا ناسبه هيقول لك اشتغل لي عليه، وببدا يقول لك طور هيك وطور هيك وطور. تمام؟ هاي الثرو اواي بروتوتايب. طيب الـ Unitary Development التطور التدريجي، في عندي Outline Description، في عندي الوصف المخطط التفصيلي، Concurrent Activities اللي هي هذه الأنشطة المتزامنة يعني اللي بتعمل مع بعض، Specification Development Validation، هذا كلهم بعمل مواصفات تخصيص، مواصفات Development تطوير، بعمل التحقق وهكذا بعود ارجع عليهم. ولكن في السبيسيفيكيشن لازم يكون عندنا الانيشال فيرجن، ديفلوبمنت انترميديان فيرجن، نسخ متوسطه، انا اوليه انا المتوسطه. الفاليديشن بعمله على ايش؟ على النسخه النهائيه. النسخه ايش؟ النهائيه. هنا شوف كيف الديفلوبمنت انترميديان فيرجن، يعني عندك نسخ متوسطه في الوسط هاي بشتغل عليها كتير كتير كتير. تمام؟ طيب problems والابليكابيليتي، problems المشاكل وبعدين القابلية للتطبيق الابليكابيليتي. problems هنا أول واحدة lack of process visibility، عدم وجود رؤية للعملية. systems are often poorly structured، غالبا ما تكون أنظمة ضعيفة التنظيم والتركيب. سبيشال سكيلز، تمام، يعني بدنا مهارات خاصه. لانجويج رابط بروتوتايبنج، على سبيل المثال الملفات اللي هنا نماذج، هنا بروتوتايبنج يعني نموذج سريعه، نماذج الاوليه السريعه. maybe required، ممكن نكون محتاجينها او مطلوبه منا. Applicability هنا قابلية للتطبيق. For small medium size interactive systems من أنظمة تفاعلية صغيرة أو متوسطة الحجم. For particular systems لأجزاء من الأنظمة الكبيرة. ومثلا user interface اللي هي واجهات المستخدم. أو مثلا تكون for short lifetime systems لأنظمة العمر الافتراضي. تمام؟ طيب احنا نوقف المحاضرة هنا، وحاولوا تقرأوها وبنلتقي في محاضرة ثانية عشان نبدأ اللي هي
تطوير النظم الرقمية Formal System Development، نبدأها في محاضرة قادمة، ويعطيكم العافية هالوقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.